إذا كنت من مستخدمي الآيفون فغالبا لاحظت أنك لو كتبت عربي وأردت كتابة الأرقام راح تظهر لك الأرقام الهندية فقط، وكثير منا لو احتاج أنه يكتب بالأرقام العربية أو الإنجليزية حاليا يحتاج يحول اللغة إلى اللغة الإنجليزية ومن ثم يكتب الأرقام بهذه الطريقة. ولكن في طريقة جدا سهلة بإمكانك عن طريقها كتابة الأرقام بالطريقة العربية والإنجليزية بدلا من كتابة الأرقام بالطريقة الهندية، وهذا مفيد لك كثيرا خاصة إذا كنت تريد إدخال الرقم السري، لأن الأرقام السرية ما تقبل الأرقام الهندية، فلو كتبتها بهذه الطريقة لن يقبل وسيكون الرقم السري خطأ حتى لو كان كتبته بشكل صحيح، تحتاج تغير اللغة حتى تكتب الأرقام بالطريقة العربية الإنجليزية. والحل هذه الإشكالية كل اللي عليك تسويه تروح على الإعدادات وبعدها تنزل على العام، الآن من الأسفل تختار اللغة والمنطقة ومن ثم تضغط على الأرقام، مثل ما لاحظنا كل النوعين سيظهرون عندك، اختار فقط نوع الأرقام العربية الإنجليزية ومن ثم الآن بإمكانك الرجوع والكتابة بالأرقام بشكلها اللي اخترته. فعلى سبيل المثال هذه لوحة المفاتيح باللغة العربية، بمجرد ما تضغط على الأرقام راح تلاحظ أيضا الأرقام راح تظهر بالشكل العربي الإنجليزي، فالآن لو كتبتها راح يكون أيضا الرقم السري صح بدون حاجة لتحويل اللغة إلى لغة أخرى.